ومن تصميم الأزياء إلى تصميم المجوهرات مع المصممة عزة القبيسي، والتي نجحت في الجمع بين جمال الطبيعة والتقاليد الأصلية في مجموعاتها ومنحوتاتها الرائعة، ولفتت الانتباه لمواضيع عديدة، منها تاريخ رحلات الغوص من أجل اللؤلؤ الممثلة في مجموعتين بريق العود و دموع الملائكة، كما أنها طبعا المصممة التي صممت جائزة اللؤلؤ السوداء والتي تلألأت طوال أيام مهرجان أبو ظبي السينمائي. مرحب فيك عزة ببرنامج يا هلا. الله يخليك يا رب، مشكورة عزة. يعني دائما هناك لكل مصمم، سواء كان مجوهرات أزياء حتى الرسام، هناك مصدر إلهام، فخبرينا عن مصدر إلهامك وكيف تجيكي أفكار تصميم. طبعا يمكن أن الناس عرفت كثير أن مصدر إلهامي بلادي. الطبيعة بشكل عام هي الأساس عندي، الصحراء هي النبع لإلهامي الحقيقي. الصحراء تحديدا. اي نعم. لو خبرينا عن التراث وماذا تأثرك بالتراث أيضا، يعني بنحكي عن اللؤلؤ مثلا اللي هو واحد من مجموعاتك. نعم. اللؤلؤ يعتبر عندكم كان مصدر للأعمال أيضا لكثير من الرجال. نعم. في أيام أجدادكم، فخبرينا. نعم. عن التراث، كيف قدرت تحييه من خلال تصاميمك؟ طبعا أنا يعني من الفترة اللي تخرجت فيها وبديت ممارسة عملي كفنانة في هالمجال، صار عندي مجموعات مختلفة. شيء من المجموعات يمكن كان يحاكي يعني جمال البيئة والطبيعة بشكل عام، وشيء من المجموعات زي ما ذكرتي بعض الأسامي منهن، دموع الملائكة كان تحديدا يحاكي جزء من تراثنا أو تقاليدنا القديمة. نعم. اللي يدودنا من قبل كانوا عايشين على أساسه. كنت أنا يمكن كيمكن أي شخص إماراتي حاب أنه يحيي القصة أو القصص القديمة عن طريق أعمال فنية. اليوم هلنا كلها يعني كلهم يقدرون يشوفونها، الجيل الصغير يقدر يمكن يستمتع فيها أكثر. نعم. فيمكن ترجمتي لهالأعمال بشكل مجوهرات أو بشكل تحف كانت جدا مهمة لي، على أساس أن القصة تتوارث وأن نعيشها. لأن لما المرأة مثلا تكون لابسة واحدة من القطع اللي أنا كنت اشتغلت بواحدة من العناوين، إن كانت الظلام إن كانت الحياة من نفس المجموعة من مثلا دموع الملائكة، بدون أي شك كل شخص حيشوفها حتقص عليها القصة. وهي هاي الفكرة، إنه يصير في سبب إن الواحد يعيد القصة. صح. أو ينشرها أكثر. ينشرها بطريقة طبيعية مع الناس. صح. اللي يقعد معاهم. خبرينا عن ورش العمل اللي أنت بتنظميها، هل لازلت تقيمين بعض الورش العمل الخاصة بتصميم المجوهرات؟ التصميم والتصنيع بدون أي شك، أنا في عندي تعاون كبير مع الفتي في المدينة في العين وفي مدينة زايد، لي يعني روحات كثيرة خلال السنة. السنة اللي طافت كانت أول سنة يصير في تعاون معايا. نعم. معاهم، وإجوني الطلبة لمدة تقريبا 4 أسابيع واشتغلوا عندي في الورشة، وفي نفس الوقت كنت أروح عندهم العين والمنطقة الغربية. في الفترة هاي رجعت كثفت الموضوع بدون يعني بدون ما أن الواحد يكون مسوي برنامج معاهم. بين وقت ووقت علاقتي مع الأساتذة صارت قوية. حلو. فحبيت أنه فيها ثقل أكثر نعم لموهبتهم هناك، يعني حسيت أنه عندي كثير. صح. بإمكاني أني أوصل لهم إياه من معرفة في التصنيع حتى نفسه. حتى من خلال تعليمك لإلهم في ثقل أكثر. بدون أي شك وعندهم فرصة أنهم يتعلمون الشغلة اللي. صح. ممكن بكرة سيدة يطلعون وينتجونها أو يكون طبعا لهم مجال تجاري فيها. طبعا عزة، عنا طبعا هون بعض التصاميم الخاصة بك، خلينا نبدأ مع هذا التصميم اللي هو يعتبر تصميم من شكله تصميم جائزة، صحيح؟ بيني وبينك هو مش جائزة، هو جائزة أنا أعتز فيها لنفسي. هي البحث عن الهوية. نعم. هي مجموعة من التحف أو سلسلة من التحف اللي أنا اشتغلتها، وصار منها إنتاج بشكل سفينة وفيها نفس الاليمنت. نعم. اللي هي الغافة والنخلة، الكت اوت مال النخلة. وصارت من اهم الهدايا الرسمية اللي موجودة عندنا هنا في إمارة ابو ظبي. القطعة هاي تحاكي يمكن اكثر
الهوية اللي نحن أو كل فرد فينا إماراتي يحرص على أن يعكسها بطريقته الخاصة. نعم. طب بالنسبة لهاي التحفة اللي أنا جنبي هي كمان هاي من اللون. مجموعة المنهل نفس الشيء اسمها أجيال، والمجموعة هاي طبعا يمكن فيها بصمة معروفة في النخلة اللي هو جذع النخلة نفسها الكربة نفسها، وهي القطعة إذا نلاحظ هي ثلاث أجزاء. دائما عندنا يقولون لازم نحن اللي نبحث ونعرف عن ماضينا، هو هذا كلام صحيح، لكن أنا في هالعمل الفني حطيت المسؤولية على الأب أنه يوصل الرسالة لابنه وهكذا. فحطيت المسؤولية أن إذا نحن نبقى الجيل اللي جاي باكر يستوي زينا نحن لازم نحن نحرص على توصيل الرسالة وعلى توصيل الماضي والتراث لهالجيل. تحف وراها رسائل، ورسائل مش أي رسائل، رسائل ضخمة جدا. خلينا نحكي على المجوهرات الموجودة عندنا. نعم، المجوهرات اللي موجودة عندنا قطعتين من مجموعتين مختلفات تماما. العود هي من مجموعة بريق العود، ويمكن من أشهر المجموعات اللي عندي. أما القطع اللي على اليسار هي من مجموعة آية لك. هاي المجموعة طبعا ناس كثير تعرفها أني أنا أصمم فيها قطع فريدة تحت الطلب عادة، لكن يكون عندي قطع معينة أكون أنا يعني ممكن حجر معين خلاني أشتغلها أو حلك الفكرة كلها ككل. نعم، فهي المجموعة ديزاينر، مجموعة كتصاميم مختلفة، فيها الألماس، فيها أحجار نادرة، منها هني الأحجار اللي أنا عرضتها هي التنزانايت مع الألماس والذهب الأبيض. حلو كتير. خلينا نحكي عن العيد الوطني طبعا الإماراتي على الأبواب. خبرينا حضرتك شو محضرة لليوم الوطني؟ عندي مجموعة، طبعا أنا عندي مشروع تحت اسم صنع في الإمارات لدعم الحرفيين. عن طريق هذا المشروع أنا مسوية تصاميم خاصة بألوان يمكن العلم، معظم الناس تحتفل بهاليوم بهالألوان. وفي مجموعة خاصة أنا عرضتها في المارينا مول في المحل هناك. حلو كتير. نعم. يمكن من بين الجوائز اللي انت صممتي جوائزها اللي هي قدمت للفنانين والمخرجين ايضا هي جائزة ابو ظبي، مهرجان ابو ظبي السينمائي. خبرينا عن فكرة اللؤلؤة السوداء، كيف اجت وكيف اجت فكرة التصميم؟ طبعا انا صار لي سنين اشتغل معاهم. الفكرة يمكن هي نبعت من اساس المسمى اللي للجائزة نفسها، لكن التصميم وتحويله أو تغيير التصميم نفسه خلال السنوات يمكن أنا لعب دور في الفترة الأخيرة. يعني شفنا نحن الباب صارت فيه اللمسة الإماراتية، ويمكن هو خذ روح الشعار الجديد للمهرجان. ما أدري إذا كل الناس عندها نفس الشعور، لكن أنا جدا أعتز بالتصميم بحد ذاته، لأنه عن جد خذ لمسة يمكن من البيوت القديمة اللي كنا نحن نعيش فيها، الزخرفة، هي الزخرفة القديمة اللي كانت موجودة إن كانت على البيبان أو على الدرايش. فخذ جزء جدا حساس يمكن اختفى شوية في المباني العصرية، وحافظ عليها في يعني هدية عالمية موجودة في كل مكان اليوم في كثير. طيب أكيد عزوة في دولة الإمارات حاليا في كثير من المصممات، مصممات الجواهر والمنحوتات أيضا. خبرينا كيف بتشوفي هالمصممات وكيف مدى التنافس بينكم؟ والله يعني هو في الفن أنا ما أشوف في تنافس، لكن أنا أتمنى أنه يكون في تعاون أكبر وفي تواجد في الساحة يكون أقوى عن كذي. للأسف لليوم يعني أنا من بديت في 2002 لين اليوم أسامي جدا بسيطة اللي طلعت على الساحة، ودول تطلع وتختفي. مستوى الخليج حتى على مستوى الخليج يمكن لأن ما في إيفنتس تجمعنا أو في محافل تجمعنا. يمكن بدأت في مسابقات تجمع المصممين، كان لي مشاركة من فترة بسيطة في أحد منهن، لكن أنا أتمنى أنه يمكن يكون في حرص أكبر من المجموعة اللي حتتخرج من إمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة، منهم السنة الجاية حيتخرجون دفعة.
فأتمنى منهم هم اللي يبادرون على الحرص على هاي المعرفة وبأنهم يشاركون في معارض وأنهم أكيد. يحاولون يبرزون على الساحة. أكيد هذا الشيء لازم يكون موجود، دائما المنافسة اللي هي بتولد وبتنتج الإبداع بنفس الوقت. في النهاية يا عز خبرينا لوين وصلتي في التصميم ولوين حابة توصلي أكثر وأكثر؟ والله يعني الواحد في التصميم كونه أنا هالعمل شغلة طالعة نابعة من صميمي، ما أشوفني وصلت بعيد، بعدني أريد أسوي زيادة وبعد الأفكار موجودة عندي. الفترة الجاية إن شاء الله حيكون في معرض خاص لأعمالي، يمكن حيعكس ناحية جديدة. أنا عادة يا أعرض مجوهراتي يا أعرض تحفي، فحيكون في ترابط أو تلاحم أكبر أكبر ما بين التحف اللي هعرضها والمجوهرات اللي هعرضها. حابة الناس شوية تستوعب شوية الفكر اللي أنا قاعدة أطلع فيه، لأن القطع المجوهرات هي زي التحفة الكبيرة اللي الناس يمكن أكثر تفهمها، لكن المجوهرات ما زال الفهم هو تصميم وقطعة جميلة أكثر عن ما هي قطعة فيها فكر وفلسفة فنية. صح مزبوط. عزم نتمنى لك كل التوفيق، وأكيد إحنا حنحضر هالمعرض. شكرا إن شاء الله. مشكور حبيبتي، الله يخليك.